السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ سنة رابعة متوسط. إليكم أتدرب على الإنتاج الشفوي، صفحة 21 من نص الضحية والمحتال. إذن قصة مشيقة جدا، أتمنى أن تنال إعجابكم. فقط لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وهذا فضلا وليس أمرا. إن القصة تشبه لسي شعبان. في حينا دكان معزول لأحد الجيران يدعى عمي غانم، والذي كان فقيرا وكان دكانه بعيدا عن الحركة وعن الناس. يبيع صاحبه المواد الغذائية العامة